اللي انت فيها، المباريات بتزداد صعوبة، طبعا ضغط المباريات بيديك لود عليك اكتر، بيعمل عليك لود اكتر لانك بتبقى مجهد، ضغط ماتشات كتير، ما بتديش فرصة كمان انك بتعمل حالة استشفاء. كل الامور دي اللي بتاخدها بشكل ممكن يكون سلبي ضدك، هتتعامل فيها ازاي خلال ال 48 ساعة القادمة، او هتتعامل فيها ازاي خلال شهر ديسمبر تحديدا؟ ما هي المشكلة في دي يا محمد، ان المشكلة مباريات ثلاث ايام مباراة، اصابات، محكمة عسل، لعنة الاصابات دي حاجة مش بايد حد، يعني كابتن محمد يوسف اكيد مش بايده ان الاصابات اللي بتحصل له دي. انا امبارح خسر صلاح محسن كمان الى جانب الناس اللي لسه ما دخلتش الفريق، وكل ثلاث مباراه، كل ثلاث ايام مباراه، مضغوط. عشان كده بقول لك كانت مباراه امبارح كان مكسب، كان هيهدي الامور شويه. لا، انت داخل مباراه بتروجيت كمان مضغوط زياده، بتدور على مكسب. بتروجيت كسبان سموحه المباراه السابقه 1-0، الحاله المعنويه عاليه جدا، والناس كلها اكيد مراقبه النادي الاهلي، مراقبه الحاله اللي فيها النادي الاهلي هي دي. لكن الرساله اللي توصل او اللي لازم لعيبه النادي الاهلي توصلها لكل الناس، انا مهما كانت الظروف حواليا وحشه، لا ده انا النادي الاهلي، لا انا لعيب النادي الاهلي بس. ده الفرق بينك وبين الكل، بين اي حد، مع احترامي للكل، انت لعيب النادي الاهلي، ده انت النادي الاهلي. يعني انت وصلت، انت ما وصلتش لكل اللي انت فيه ده محمد كلاعب وبطولاتك في النادي الاهلي من فراغ كده، اللي هو تاريخ، لا تاريخ طويل ومواقف كتيره. لا في يوم وليله نمت صحيت لقيت، لا خالص، الموضوع صعب جدا جدا. عشان كده انا بقول يعني رساله لعيبه النادي الاهلي، دايما حط في دماغك انت لعيب نادي اهلي، ما فيش حد زيك وما فيش حد احسن منك. اي حد مع احترامي الكامل لكل لعيبه يتمنى يبقى في مكانك، يتمنى يبقى في النادي الاهلي مكانك. عشان كده انت العين كلها عليك، انت لازم تعرف انت فين بالظبط. لو عرفت مكانك وعرفت وضعك انت فين بالظبط، الامور كلها تبقى كويسه. بس لازم تعرف انت ايه، لازم تعرف مطلوب منك ايه. ما هو انت زي ما ليك زي ما عليك. الوقت بقى انت عليك حاجات كتير قوي، لازم تبقى في وقت الشده اللي انت فيه ده بقى، لا تبان، يبان بقى معدنك، معدنك الاصيل. لا انا لعيب النادي الاهلي، مش كل وقت هتبقى الحياه كلها حلوه وبطولات، لا. لكن الذكي يتعامل مع كل وقت صح. الوقتي لا، الوقتي بص يا محمد بالبلد كده، الوقت وقت رجاله مش لعيب الكوره. من الاخر ده وقت رجاله، والنادي الاهلي ما شاء الله فرقته كلهم رجاله كلها. بس بتراهن على ده يا كابتن علاء ان التوقيت القادم فعلا محتاج 11 راجل بس في الملعب، بس 11 راجل ما عندهمش غير حاجه واحده بس، مكسب. كل حاجه طبعا يعني مشيئه ربنا، لكن انا يا اخي جوايا، جواك انت عايز ايه؟ اسمي انا بس، انت عايز ايه؟ انا عايز نازل مباراه، انا عايز اكسب. هتكسب لانك عايز تكسب، عايز تخرج من اللي انت فيه. ما ينفعش لو فكرت فيها كده اللي هو تقعد، ما ينفعش النادي الاهلي يبقى كده، ما ينفعش يا جماعه باي حال من الاحوال بجد والله، ما ينفعش. بغض النظر عن جماهيرك الكبيره، الناس فعلا تعبانه جدا يا محمد، ما ينفعش. لكن انت لعيب النادي الاهلي، في حاجات بتبقى صعب انك تستوعبها، زي اللي احنا الموقف احنا فيه دلوقتي بيحصل كل كام سنه. ما هو كل كام سنه ده ليه؟ عشان انت الكبير، انت سيد افريقيا كلها، فما ينفعش يحصل لك كده. بس لما يحصل كده وبيحصل في كره القدم، الموضوع ما يطولش معاك، لا بسرعه تخرج نفسك بسرعه. يا اخي ده انت يعني سبحان الله وراك جماهير يعني بتعشق حاجه اسمها النادي الاهلي. غياب الجمهور مأثر على الفرقه؟ اكيد. التوقيت اللي احنا فيه ده